يا حبايب قلبي، اليوم وأخيرا وبهذا الهدوء وأنا قاعد أباوع على هذني الأشجار اللي برا، اشتريت بيت كلش قريب من واشنطن، يعني بالضواحي مالته، بالمنطقة اللي طالما حتى بالفلوجات قلت لكم أنه أنا شقد أحبها. قاعد هسه بكل هدوء وسكينة قدام الباب مقابلها وحدي. خدنا استلمنا المفتاح وقعنا، وبعدين دزيت فيرو يروح يجيب صوندة مال المي. في الجمالية مو طبيعية. خالة أم سام قاعدة هناك. مال البيوت بواشنطن قديمة، وبما أنه ردت فتشيك على مرامي فهذا البيت يراد له شغل قيامة الله كل شو هاي. أكفت هدوء لأنه ما أعرف فرحان، ما أعرف هسه بدأ الشغل الجد. هاي المنطقة كلش كلش غالية، وهذا أكثر بيت بيها ما مسوي له صيانة أبد نهائيا. الديزاين مال البيوت صيحوا له ميد سنتري مودرن، واحد يدخل بعدين اكو درج لي جوا واكو درج لي فوق، وهاي القعده مالته، الحائط يصير عالي ماله مو ناصي، دائما الجام مال الغرف كلش كبير، يعني الجامات صار كلش كبيره من الحائط للارض. مع مثلا هاي الجامه فشي جميل، هذني من اللي حتى الناس يعني بعض جوارين ما حاطين بردات. المنطقة فد شي مو طبيعي. سعيد كلش، نفس الوقت ترى اللي شغل كلش هواية على هذا البيت. فأني أتمنى إنه مو بس قاعد أسوي لكم فيديو وأبشركم، خلينا نقول للمحبين من الناس، إنه هذا ثاني بيت نشتري يعني خلال شهرين. وجدت منتظر مع مسعاد اللي هي تشتري الله، مع انه هذا الوقت تساؤلات عليه هوايه، انه واحد ليش يشتري بهذا الوقت بهذا التوقيت بالذات. وهي راد لها بودكاستات كامله على زنقين احكي على البيوت وهالسوالف، ان كانت تجربه مام سعاد او هنا، وليش واحد يشتري، او اذا واحد عنده بيت هل صحيح انه ينتقل او لا. بس الاهم من هذا محتاج شغله، وانا فكرت بها، انا بريت بس اشوفكم بيت، محتاج شغله كلش كلش محتاج. خلينا نقول كونتراكتر، محتاج اركتكت، اللي هم مهندسين معماريين، لانه اريد اكو حياطين اشيلها، اريد اخلي سكاي لايت، اريد الشغلات البسيطه، الكاربتين شال يصير خشب صبغ. واني بالشغلات اللي مو الكترونية، شغلات اللي تحتاج يصح لها هاندي مان، تحتاج الايد، برغي ما اعرف اشد، وهيجي كلش واحد ما له واهس، دائما يعجبني انه يجي احد انه يسويها. فمحتاج مساعدتكم اللي موجودين بالمناطق مال شمال فرجينيا وميرلند وواشنطن دي سي، يعني دائما هي هاي العاصمة واشنطن مترو اريا. اتمنى تدزوا لي رساله، ان كان على الايميل، ان كان رقم تليفون، واتساب، اخلي لي جوه، طبعا موجوده هاي كلها وسائل التواصل مالتي، تويتر، اوكي. بس اهم شيء احسن شيء ايميل، يعني اتمنى انه تساعدوني ونصور ونبني ونحكي عن الموضوع. وفك في الهدوء بهاي المنطقه، شفت الهدوء مو طبيعي. الشجرة هيك الشجرة هيك تتحرك، أنا بدي أحكي وياكم. واو، الحمد لله وشكر. جتي ليدي باك. يلا حبايب أصور لكم هواي، لا تخافون، كل شوي أصور كل التفاصيل، أوكي؟ هاي ليدي باك.